أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن إدارة القلعة الحمراء تتواصل مع كافة الجهات المختصة من أجل إنهاء إجراءات سفر سعد سمير مع الفريق إلى الكاميرون. وغاب مدافع الأهلي عن مباريات الفريق المحلية مؤخرا بسبب عدم إنهاء أوراق تجنيده، وذلك قبل أن يعود لمعسكر الفريق لمباراة زاناكو الزامبي التي تعادل فيها الأهلي سلبيا في مطلع مشواره بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. ومن المقرر أن يخرج الفريق الأحمر لمواجهة القطن الكاميروني في الجولة الثانية يوم 23 من مايو.